مين مسك الأعلى؟ ما ترزقيه. تريزيجيه. وأنت اسمك إيه؟ حسين النصر. أكاديمية الحواس. أكاديمية حواس. مين مسك الأعلى؟ محمد صلاح. دورة النهاردة خدتها النهاردة أحسن لاعب مان أوف ذا ماتش. عملته إيه النهاردة؟ الحمد لله قدرنا نكسب 2-1. أحسن لاعب يعني، كنا بنلعب وأديت بشكل حلو كده. الحمد لله كسبنا وكله تمام الحمد لله. مين مسك الأعلى في مصر في اللعيبة؟ مثلا الاعلى الحضري. بصراحه لعبت حلو، اديت على قد كل حاجه، بس برضو خسرنا. هارد لك، انت هتفضل لاعب في الماتش. عملته ايه النهارده؟ الحمد لله كسبنا 3-1. انا عملت اسيست. كسبت ولا خسرت النهارده؟ خسرنا. اقول ان هو كابتن ممتاز وانا بحبه. جوكر، بلعب اي حاجه. تقول لي ايه المدرب بتاعك؟ هو مدرب ممتاز بصراحة، وأنا بحبه جدا، وهو بيتمرن مستوى كتير بصراحة بسببه. مان اوف ذا ماتش. تلعب ايه في الملعب؟ نص ملعب. عملتوا ايه النهاردة؟ كسبنا الحمد لله، واحنا خسرنا 1-0، بس بإذن الله اللي جاي أحسن، بإذن الله ونكسب بإذن الله الماتشات اللي جاية. الحمد لله بس خسرنا 1-0. شايف الماتش ازاي النهاردة يا أحمد؟ كان حلو، بس كان ناقصنا بس الأهداف، وإن شاء الله الحظ هيبقى أحسن الماتش الجاي إن شاء الله. مدافع. عملتوا ايه النهاردة؟ كنا يعني كويسين في الملعب ولعبنا كويس الحمد لله، وفزنا وعملنا اللي علينا. ممكن تورينا الشهاده دي بتاعت ايه؟ ايه الشهاده دي؟ لعيب بيروت هجوم. عملتوا النهارده في الماتش؟ الحمد لله كويسين. مين مثلك الاعلى في مصر؟ مع محمد صلاح. فزنا. فزتوا كام؟ 5-2. والشهاده دي ايه؟ التقدير هاف ليفت. ممكن تقول لنا الشهاده دي بتاعت ايه في الماتش؟ بتاعت احسن لاعب في الماتش. ربنا وفقني وكسبنا وخدنا 3 بونت. مين مثلك الاعلى في حراس المرمى؟ اليسون بيكيه. خسرنا 4-1، بس ده كويس. الشهاده دي بتاعت ايه يا مصطفى؟ افضل لاعب في الماتش. مين مثلك الاعلى؟ ميسي. في الملعب مركزك ايه؟ مدافع. انا شايفك النهارده خدت احسن لعيب في الماتش، مبسوط ولا مش مبسوط؟ مبسوط. ما جبتش اصلا. ما جبتش جوان؟ تحب مين في مصر من اللعيبه؟ محمد صلاح. الحمد لله، وكنا بنعمل عاملين ماتش حلو، وهم في اخر الدقايق جابوا جون 1-0. مين مثلك الاعلى في مصر؟ محمد صلاح. احسن يعني احسن لاعب. عملتوا ايه النهارده؟ الحمد لله كسبنا 5-1. الحمد لله، ان شاء الله الماتش الجاي هنبقى احسن وهنعمل. طبعا احنا شفنا تقرير بخصوص بطوله دوري الاكاديميات تحت مسمى مبادره موهبتك، وطبعا شفنا طبعا لقاء المدربين ولقاء اللاعبين. النهارده بقى طبعا يعني الفقره الثانيه، وقبل ما ابدا الفقره الثانيه طبعا بشكر طبعا زملائي الاعزاء رشا المصري ورحاب محمد على تقديم الفقره الاولى من سر النجاح. طبعا كان توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، سر النجاح في كل واحد عاوز ينجح وعاوز يحقق مستقبل الاحسن والافضل. طبعا انا مرحب بضيوفي طبعا الاعزاء، كابتن حسين احمد مدير اكاديميه الحلم. اهلا يا كابتن. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. وايضا كابتن كابتن محمد صبري مدير الفني لاكاديميه الهرم. اهلا بيك. اهلا بيك حضرتك. وطبعا كابتن محمود الكاس، شبيه احمد الكاس تقريبا يعني، اكاديميه الهرم. اهلا بيك. اهلا منورنا في برنامجكم دنيا الاحتراف. اهلا بيك. طبعا قبل ما ابدا طبعا مع كابتن حسين، انا عاوز اعرف نبذه مختصره عن اكاديميه الحلم. تمام. احنا طبعا في اكاديميه الحلم سبورت طبعا بنمشي بمنهج معين، ان احنا ابتدينا نشتغل مع الاولاد اول ما بدانا خالص على حته السلوكيات. اشتغلنا على سلوكيات الاولاد داخل وخارج الملعب، جبنا ناس متخصصه اشتغلت مع الاولاد سلوكيا، بحيث ان احنا موضوع السلوك ده كان عندي اهم حاجه رقم واحد. بعد كده اشتغلت على حته العلاج بقى، الاكل والاكل الصحي. معانا دكتور حازم محمد مصطفى استشاري اطفال وتاخر كلام، وطبعا تغذيه ورفع جهاز مناعه وذوي احتياجات خاصه. الدكتور ده بصراحه اشتغل معانا شغل كويس جدا مع الاولاد عن الاكل الصحي وكيفيه التعامل معاهم ورفع المستوى البدني ليهم. طبعا تعاقدنا مع مدربين على اعلى مستوى، طبعا كابتن سايح، كابتن علاء، كابتن اسلام، طبعا عندنا المدير الاداري كابتن وجدي زين الدين. طبعا الناس دي كلها بصراحه قايمه بدور كويس جدا مع الاولاد. وطبعا هدفنا في اكاديميه الحلم سبورت ان احنا نطلع ناشئ لمنتخب مصر، هو حلمي، عشان كده احنا سميناها الحلم سبورت. تمام. تمام. انت عندك بقى بالنسبه للناشئين، هل يا ترى السن كام وليك كام وليك كام عشان بقدر اعرف؟ احنا بدانا من مواليد 2012 لحد مواليد 2005. يعني عندي كل الاعمار موجوده. طبعا الاولاد ما شاء الله عليهم اولاد كويسه جدا، والحمد لله احنا في السنين اللي فاتت طلعنا اولاد كتير قوي للانديه،
يعني الحمد لله في صفقات كتير عملناها، والحمد لله يعني انا بحمد ربنا على الفتره اللي احنا اشتغلناها مع بعض مع الاولاد يعني، وبتمنى ان شاء الله ان احنا بجد نعمل ناشئ كويس لمنتخب مصر. اكيد ده املي باذن الله. والتقي برضك بقى الطرف الاخر كابتن محمد صبري المدير الفني لاكاديميه الهرم، اديني نبذه بقى عن طبعا انا واحد طبعا عشان انتوا اتنين اكاديميه الهرم وابدا طبعا اتنين على واحد اتنين على واحد ابدا طبعا اديني نبذه مختصره عن اكاديميه الهرم. بص يا كابتن انا عامل حاجه جديده خالص. اولا احنا الاكاديميه بتاعتنا في منطقه شعبيه اكيد طبعا، فحتى تلاقي اللعيبه اللي بتطلع من المنطقه الشعبيه بتبقى سريعه كويس يعني بتبقى اسرع شويه. اولا انا شغال على الحاجه الجديده، شغال على اكاديميه على مواليد واحده بس، انا شغال على 2007 شغال عليهم بقالي سنه مركز معاهم قوي يعني. كان جاي لي كذا نادي قبل كده انا وكابتن محمود، فاحنا عشان شغلنا الطبيعي فمركزين مع مواليد واحده بس شغالين عليهم. السنه اللي فاتت مطلع حوالي 8 لعيبه من عندي انديه الدوري ممتاز 2007، فالموسم ده احنا شغالين عليهم كويس قوي وهنعمل حاجه كويسه جدا. انت ما عندكش حتى في برامج اخرى ولا في مواليد اخرى؟ في احنا في معانا حاجات، احنا بنبص بقى للسنه الجايه ندخل حاجات تانية جديد، بس احنا مركزين في المواليد دي بالذات لان احنا هنطلع حاجه كويسه جدا جدا جدا. طب طبعا كابتن حسين كان بيتكلم عن في دكاتره وعلاج طبيعي وايضا تغذيه، هل ترى اكاديميه الهرم فيها نفس؟ عندنا الدكتور اشرف وانا مستعين معايا يعني احنا فرقه واحده 2007 ومستعين معايا باربع مدربين كمان. تمام. كابتن حسن شكري وكابتن اسلام مصطفى. بالنسبه لمواليد 2007 بس. 2007 بس، احنا عايزين نعمل حاجه ما حصلتش، هنطلع جيل جديد من 2007. طيب كابتن محمود الكاس، طبعا انا عارف بالنسبه ل 2007 والبراعم والناشئين قمه الصعوبه فيهم في التعامل، ازاي بتتعاملوا هناك في الاكاديميه؟ والله يا كابتن الفكره 2007 احنا لما جينا اخترنا السن ده بالذات، السن ده يعتبر بدايه النشئ ان هو يبدا يلعب كوره. احنا بنتفرج على لعيبه كتير ونروح مدارس بنجيب لعيبه من هناك، احنا بنختارها يعني ما بناخدش اي حد، ما بنجيبش لعيبه اي لعيب يجي لنا الاكاديميه ناخده، لا احنا بنختار لعيبه اللي بتلعب كوره اللي هي بتعرف تمسك الكوره، واحنا نبدا نطورها انا وكابتن محمد نبدا نطور اللعيبه دي ان شاء الله، وبامر الله يعني هتشوفوا حاجه جديده ان شاء الله باذن الله السنه الجايه بامر الله. طب بالنسبه بقى لاكاديميه الحلم، تمام، بالنسبه لاكاديميه الحلم هل يا ترى هي شكل استثماري ولا شكل احترافي ولا شكل ان انت النهارده بتقول انا يا جماعه عندي موهبه، تمام، اتمنى الناس يتم القاء الضوء عليها علشان طبعا البراعم والناشئين تطلع، تمام، يكونوا في مستوى احسن. بص حضرتك، وانا طبعا املي فعلا ان احنا نطلع موهبه كويسه لمنتخب مصر. انا ده حلمي ان انا اعمل ناشئ كويس لمنتخب مصر، وده هدفنا في اكاديميه الحلم ان احنا ننتقد مواهب ونحاول ان احنا المواهب دي يعني اتمنى برضو نظره من وزاره الشباب والرياضه لينا سياده الوزير اشرف صبحي ان هو يتابعنا ويتابع الاكاديميات، مش شرط اكاديميه الحلم، لا تبصوا على الاكاديميات في مواهب كويسه جدا. وانا كاكاديميه حلم سبورت انا طبعا املي ان انا اطلع كل الاولاد اللي معايا لانديه في الدوري الممتاز ان شاء الله، فده حلمنا طبعا باذن الله ان شاء الله. طبعا كابتن محمد اقول لك بقى يعني نخش بقى على مبادره موهبتك، انت ازاي عرفت ان في انطلاق او بطوله لموهبتك وعن طريق ايه اللي انت قدرت تشارك باسم اكاديميه الهرم داخل مبادره موهبتك؟ انا والله انا عرفتها عن طريق السوشيال ميديا وبعدين لما رحنا هناك لقينا حاجه مختلفه خالص. انا اشتركت في كذا بطوله قبل كده، فلما رحنا موهبتك كابتن صلاح ونيس لينا حاجه مختلفه جدا جدا جدا. اولا افتتاح عالمي حاجه فوق الوصف، تنظيم مش ممكن، كل حاجه بوقتها يعني الكلام ده بتلاقيه في اوروبا بس. فلقينا حاجات اعلام ولقينا كل حاجه موفره بصراحه، وبعدين حاجات بسيطه كمان يعني احنا داخلين حاجات بسيطه مش حاجه تحمل الاكاديميه وبتاع، لا 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 حاجه يعني باصين لفوق، فاحنا عايزين كده كتير، عايزين الحاجات دي كتير جدا. الفرق بقى كابتن محمود من بطوله ما زي موهبتك وبعض البطولات الاخرى اللي انت اكيد طبعا شاركت في بعض البطولات الاخرى، هي بطوله موهبتك فعلا التنظيم جميل جدا فيها، وده اللي بيختلف عن اي بطولات تانية. عندهم التنظيم دي حاجه هايله جدا 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 يعني. وتاني حاجه يعني في فعلا ناس يعني احنا الفرقه بتاعتنا اللي احنا بنشارك فعلا في ناس مصر قاعده بتشوف اللعيبه الصغيره، احنا في ناس كلمتنا على خمس ست لعيبه عندنا، تمام، في البطوله دي. ده كمان بجانب ان لسه كمان في منتخب، يعني هو موهبتك بيعمل منتخب
بياخدوا اللعيبه دي، خدوا مننا برضو خمس ست لعيبه برضو هيعملوا مشاركه كمنتخب وهيبداوا يسوقوهم. واحنا الخمسه اللي عندنا دول او السته اللي عندنا اللي اتاخدوا دول ان شاء الله هنطلع اكتر منهم بامر الله الفتره الجايه كده باذن الرب العالمين. ارجع طبعا للكابتن حسين، ازاي انت عرفت ازاي الاشتراك في موهبتك؟ وايه بقى طبعا قول لي بقى في خلال الاسبوعين اللي فاتوا كان ايه النتائج اللي انت حققتها؟ والله انا مشاركه ايه كام فرقه؟ تمام. اولا انا عرفت عن بطوله موهبتك من الاعلام وعن معرفه برضو شخصيه مع مدير البطوله كابتن صلاح منيس. وطبعا انا بدي له كل الشكر والاحترام عن الفتره فعلا اللي احنا كملناها مع بعض دي في البطوله. الحاجه الثانيه انا مشارك باربع فرق في البطوله، يعتبر من اكثر الاكاديميات اللي إيه شاركنا. ايه بقى سن ايه وايه بقى؟ 2011 و2009 و2007 و2005. تمام. بالنسبه للنتائج اللي انت حققتها، النتائج يعني الحمد لله احنا في فريق 2011 احنا الاول، اول مجموعتنا. يا ريت يا جماعه ننزل النتائج لو سمحتوا. بحب اشكر يعني بجد اولادي في 2011 كلهم بلا استثناء، ناس ممتازه جدا، وان شاء الله اتمنى اشوفهم في انديه كبيره باذنك يا رب. بالنسبه لمواليد 2009 هم طبعا دلوقتي في مرحله ان شاء الله عندنا مباراه، لو كسبناها ان شاء الله نكمل للصعود لان لسه الدنيا شويه مش مظبوطه. 2007 ربنا يبارك لهم يعني. ها و2005 الحمد لله، 2005 انا ان شاء الله واثق فيهم برضو يصعدوا ان شاء الله باذن الله في البطوله ويكملوا ان شاء الله. بس انا حلمي ان 2011 ياخدوا البطوله لان هم فعلا اقوى فريق عندي، فانا فعلا مبسوط بيهم جدا. وبقيه الاولاد كويسين طبعا، بس 2011 اولاد ممتازه بصراحه. انا كنت اتمنى طبعا بالنسبه للهرم اللي كان عندها 2011 يبقى فيه منافسه السنه الجايه في الاستوديو اكيد كنا هنكسب. لا اكيد كنا هنكسبهم برضو. لا لا طبعا اكيد كنا هنكسب اكيد طبعا اكيد. انت شايف بالنسبه للتنظيم، بالنسبه للبطوله والنتائج اللي عماله تنزل على السوشيال ميديا وايضا تغطيه اعلاميه ببرنامج دون الاحتراف، انت شايف ايه الفرق بين بعض الاكاديميات وبين البطولات، والهدف الرئيسي اللي انت مشارك في البطوله؟ بص يا كابتن، اولا الاختلاف اللي قلته طب انا ممكن اطلع بس تقرير طبعا، ما احنا طبعا هنشوف بس تقرير بسيط جدا وهو طبعا هيعقب بخصوص الاجابه، ولكن نطلع تقرير بسيط جدا ونرجع لكم مره اخرى. عملت ايه النهارده يا كابتن؟ كان الاداء حلو جدا صراحه. نتيجه 100 100، 1-0. لسه علينا عندنا ثلاث فرق. شايف البطوله ازاي النهارده؟ جميله جميله ما شاء الله، والاداء حلو الحمد لله. ربنا ما وفقناش النهارده، بس بشكر اللعيبه جدا على مجهودهم وعلى لقاءاتهم النهارده، وخصوصا ان هم اول مره يشاركوا واول مره ينزلوا ملعب، فبشكرهم جدا على اللي هم عملوه، وانا فخور بيهم جدا جدا جدا. وبشكر طبعا اداره المدرسه عندي في المجهود اللي بذلاه. الحمد لله خسرنا 2-1 بس عملنا ماتش كويس الحمد لله. شايف اكاديميه الحواسه توصل لحد فين في البطوله؟ ان شاء الله بنعمل في ربنا ان شاء الله نوصل نلعب على النهائي باذن الله. الحمد لله على المكسب النهارده. شايف الماتش ازاي؟ الماتش صعب في الاول بس الحمد لله يعني اللعيبه قدرت تخلص الماتش في اخر الدقايق يعتبر. الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا كسبنا 4-3. ايه رايك حضرتك في البطوله؟ بطوله يا رب اسال الله انها لها التوفيق، وبصراحه بشكر كابتن صلاح ونيس. والله الحمد لله كان اداء كويس للاولاد، احنا طبعا ما وفقناش الحظ النهارده ان احنا نكسب، بتغلبنا 4-3، بس طبعا انا بشكر اولادي. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 4-1. ايه رايك حضرتك في البطوله بطوله موهبه؟ واضح ان البطوله يعني صح وقايمه جميله الحمد لله. خسرنا 3-1 بس عملنا اللي علينا، يعني يعتبر 3 ارباع الماتش يعني كنا هجمه منهم وهجمه مننا، وجات لنا كام فرصه خطيره بس يعني قدر الله وما شاء فعل. والحمد لله النهارده لعبنا ماتش كويس، الفرقه بتاعتي كانت كويسه جدا، بس طبعا احنا جول كتير، بس هو ما فيش توفيق النهارده والحمد لله خسرنا. لعبنا مع كميه فالكون اكاديميه محترمه، والحمد لله النهارده ادينا ماتش كويس للاولاد. طبعا مش مهم النتيجه، احنا مواليد 2011، المهم ان احنا جايين نستمتع بالاولاد النهارده يعني. الافاده الاكبر فيها ان التنظيم وفي نفس الوقت التعاون من جميع النواحي، يعني من ناحيه الحريف نفسها في تنظيمها ومن ناحيه المدربين نفسهم في كل. الحمد لله كسبنا 2005 كسبت اكاديميه المقاولين، كسبنا 1-0 وتعادلنا ماتش 2009 واتغلبنا اخر ماتش بتاع 2010. لا الحمد لله ربنا كرمنا فرقه 2005 الحمد لله، والماتش حاولنا من الهزيمه للفوز الحمد لله، والفرقه 2007 2008 لعيبه رجاله كلهم كسبوا 7-3 الحمد لله يعني، وطلع من عندنا احسن لاعب الحمد لله. شايف كاس موهبتك ازاي؟
والله هو احنا اول مره نشترك فيه، هو يعني تنظيم كويس. والله احنا بنحاول، مستويات كويسه، في مستويات انا شايفها يعني في ماتشات اتفرجت عليها في مستويات كويسه، احنا هنحاول نوصل لابعد مدى يعني ان شاء الله. معنا مجموعه مميزه كويسه، شايف ان هي فرصه كويسه جدا للاحتكاك مع الاولاد، ومستواهم بيعلى مع الاحتكاك وخبرتهم بتزيد، وتنظيم البطوله بصراحه اكتر من رائع. والله احنا اول مره نشترك فيها، وبطوله انا شايفها الحمد لله كويسه، والناس القائمين عليها يعني بصراحة بذلوا فيها مجهود كبير. منظمة كويسة، في تحكيم كويس، في تنظيم كويس جدا يعني الحمد لله، وان شاء الله البطولة تبقى موفقة. والله هارد لك وكابتن ميرو اخويا، والاكاديمية صراحة محترمة، وبالتوفيق ان شاء الله المرة الجاية. كابتن بدأ هارد لك تقول النهاردة كابتن اسامة. لا كابتن اسامه اخويا في المدينه الناس كلها عارفه كده، راجل محترم جدا، اكاديميه كويسه. عندنا ماتشين يعني، كسبنا ماتش 2009 2010 وخسرنا ماتش 2007 2008. رايك في كاس موهبتك؟ طبعا حاجه محترمه وحاجه على مستوى عالي جدا. الحمد لله بعد تعب ومجهود اللعيبه ومجهود المدربين كسبنا 5-1. شايف كاس موهبتك ازاي؟ الحمد لله انا شغال كويس وبدربهم وبيتعبوا، ان شاء الله نقدم حاجه كويسه للكابتن صلاح. والله الحمد لله كسبنا ماتش مواليد 2009 2010، الحمد لله كسبنا 5-3. في الماتش الثاني مواليد 2007 2008 ما كانش معانا التوفيق النهارده، فالحمد لله خسرنا 5-3 برضه. وطبعا شفنا تقرير من ارض الواقع، وطبعا تعقيبا على التقرير معانا طبعا مدربين، احنا كان معانا تقرير لاعبين ومدربين في اول الفقره الاولى، كان ايضا زينا برضك تقرير عن يوم الجمعه والماتش اللي حصل يوم الجمعه. ارجع طبعا لضيف العزيز والكابتن محمد صبري، تعقيبك ايه على التقرير؟ تقريبا انا شايف الاكاديميات كلها، حتى في الناس كلها بتحب بعض يعني، حتى الاكاديميات قريبه من بعضها، المدربين حبايب كلهم بيتكلموا مع بعض، وانا شايف ان اللي جاي الاكاديميات اللي الناس كلها بتحب بعضها كده، هتلاقي في حاجات هتحصل يعني، هتلاقي في اندماج اكاديميات مع بعضها. يعني بشرة خير، حاجه بشرة خير ان شاء الله باذن الله. والفرق بين البطولات بقى اللي احنا اللي انت كلمتني عليها حضرتك كابتن، اولا مفيش اعلام في البطولات اللي دخلناها قبل كده، فرق اعلام، فرق ملاعب، فرق اداريين، كارنيهات، حاجات حاجه تحس ان احنا بنلعب فعلا في دوري اوروبي بجد والله، مش عشان اي حاجه. أيوة، ولا عشان كابتن صلاح؟ لا، وانا بشكر الكابتن صلاح. لا، كابتن صلاح، كابتن صلاح حبيبي. طيب انت شفت بالنسبه للتنظيم في حفل الافتتاح، وطبعا انت كنت مشارك، احنا لعبنا مباراه الافتتاح اكيد طبعا، كان تعقيبك ايه بالنسبه للتنظيم وبالنسبه لمباراه الافتتاح؟ لا بصراحه انا يعني الافتتاح كان مبهر جدا، حاجه معموله بشكل احترافي على اعلى مستوى، بجد كلنا اتبسطنا، اولياء الامور اللي راحوا، بشهاده الشهود طبعا، حكام على اعلى مستوى، المذيع طبعا، المعلق كله كان مبسوط جدا بالمعلق، الاولاد كانوا مبسوطين بيه طبعا. بصراحه لا يعني انتوا كنتوا بصراحه عاملين يعني بطوله موهبتك كانت على اعلى مستوى، فعلا شغل اوروبي فعلا، بجد انا سعيد جدا ان انا حضرت الافتتاح ده بجد. طيب ارجع بقى طبعا بالنسبه للاكاديميات، وخصوصا ان انت عندك ماتش مهمه. تمام، ايه اصعب ماتش شفته في خلال الاسبوعين اللي فاتوا؟ اصعب مباراه قابلتني؟ طبعا هو اصعب مباراه الافتتاح. اصعب مباراه الافتتاح. الافتتاح، لان طبعا الاولاد كانوا لسه مش عارفين البطوله، واولاد صغيره، و2011، وان هم يلعبوا وسط الناس دي كلها، والجمهور عمال يشجع ومعلق وبيندى اسمائهم، وكانوا فرحانين جدا يعني، كانوا فرحانين جدا ان اسمائهم كانت بتتقال، فكان موضوع جميل جدا. والحمد لله المباراه خلصت تعادل، وبحب اشكر كمان اكاديميه رويال، نادي رويال، بصراحه هم ناس كويسه جدا ولاعيبه محترمه جدا وكويسين واداريين. وعايز بس اضيف حاجه صغيره بجد، ان احنا كاكاديميات، الاكاديميات كلها اللي موجوده في البطوله على اعلى مستوى، المديرين الفنيين على اعلى مستوى، الحكام على اعلى مستوى، ملاعب جميله جدا، فبجد يعني هي بطوله متكامله اكيد طبعا بجد. هنطلع فاصل بسيط جدا جدا ونرجع لكم مره اخرى، انتظرونا. ورجعنا بعد الفاصل، ولكن الحديث بقيه مع كابتن حسين احمد، ونتكلم معاه بقى عن النتائج اللي احنا برضك هنقولها. ايه بقى النتائج اللي انت عملتها في خلال الاسبوعين اللي فاتوا؟ احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك مواليد 2011، اتعادلنا اول مباراه وكسبنا تاني مباراه، واحنا حاليا الاول غالبا او التاني مقرر يعني، انا لسه ما شفتش طبعا المجموعات بس غالبا كده. في مواليد 2009 قلت لحضرتك احنا يعني الدنيا لسه مش متظبطه شويه، و2007 احنا خسرنا مباراتين، 2005 كسبنا مباراه وخسرنا مباراه، بس لسه يعني مكملين ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمد صبري، النتائج بتاعتك ايه يا كابتن؟ لا كابتن، انا مش باصص للنتائج اصلا، انا باصص للاداء اول حاجه. تمام. بعدين النتائج احنا
معانا يعني يا كابتن اتكلم. قول يا كابتن. اه احنا معانا كان معانا لعيبه 2007 اجسامها كبيره شويه. فجينا لما نيجي نلعب بزور. لا 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 اليوم ليه ده بيلعبوا كمان كابتن صلاح يعني مش تزور كابتن لجنه منظمه طبعا تامر تامر ومحمود لك يا كابتن احنا ما بنحبش تزور احنا اتظلمنا احنا كنا زماننا دلوقتي بنلعب في منتخب مصر احنا كمان اه والله وما كابتن محمود نور شعبان يعني ظابطكم بصراحه اللي انا عارفه يعني فالنتائج مش بص النتائج انا بص الاداء اللعيبه اللي عندي وان شاء الله خير ان شاء الله طب. لسه المجموعه لسه بدري عليها يا كابتن محمود انت شايف النتائج ايه وشايف الفرق متقاربه من بعضها ولا اه يا الفرق فعلا متقاربه من بعض واحنا ظلمنا بصراحه ظلمنا في نتيجه المباراه اللي فاتت كنا كسبانين لغايه اخر دقيقتين ودخل فينا جونين كده ده ظلم تحكيمي ولا ظلم لا 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 مش تحكيمي لا لا مش تحكيمي مش تحكيمي مش تحكيمي بس احنا كان فعلا كان معانا اتنين اجسامهم بسم الله ما شاء الله احنا 2007 بتوعنا بنقيهم مدافعين بتوعنا مدافعين اجسامهم جامده جدا فهم طبعا عشان اجسام صغيره فطلعناهم وخرجوهم يعني طبعا نتائج طبعا المشاهدين الاعزاء النتائج لدوري او بمبادره موهبتك طبعا احنا نجوم المستقبل بالنسبه لنتائج مسابقات 2009 2011 يوم الجمعه 14/2 نجوم المستقبل 5-0 كان بالنسبة مع الفرسان وبدر مع جاردينيا 1-1 ياسمين مع الحلم 8-4 الحلم 2011 3-1 للحلم قصاد ياسمين فالكون القطامية 2009 2-2 مع بدر وياسمين أو ياسين 2 في 2011 9-1 بالنسبة لأكاديمية جولز ستار مصر 2009 2-1 لبورتو لستار مصر بدر 2-4-3 ضد فالكون قطامية رويال 6-0 بدر 1 طبعا نتائج مباريات مبادرة موهبتك يعني عاوز اقول لك قمة السعادة بطولة حقيقية على الارض مصرية موجودة في وسط اكاديميات كبيرة 56 اكاديمية مشاركين بالفعل ولكن النتيجة النهائية بالنسبة لعدد الاكاديميات المشاركة مع كابتن صلاح ونيس وهننزل طبعا باسماء الاكاديميات الحلقه القادمه باذن الله تعالى. طبعا ارجع طبعا بالنسبه لضيوف الاعزاء كابتن محمود في عجاله تحب تقول ايه لاولادك الموجودين في اكاديميه الهرم والمشاهدين؟ احب اقول لاولادي يصبروا شويه وهم هيلاقوا حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. احنا هيطلع من عندنا ناس كتير ان شاء الله هتلعب دوري ممتاز بامر الله ان شاء الله. باذن الله. كابتن محمد صبري تحب تقول ايه لاولادك والمشاهدين الاعزاء؟ انا كنت بس عايز اشكر اولياء الامور اللي معانا الناس متفاهمه جدا 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 معانا اولياء الامور عندنا وبعدين في مفاجاه كنت عايز اقولها لهم ما كنتش عايز اقول الاول انا عندي 90% من الاكاديميه مطلوبين للانديه 90% لان انا كنت بسوق لعيبه اصلا يعني ده حصري يعني فانا ما كنتش عايز اقول لهم اصلا عشان ما حدش يستعجل يعني مش عايز اقول لاولياء الامور عشان ما حدش يستعجل لكن والله العظيم انا مطلوب مني 90% من الاكاديميه الانديه كلها بره اكيد فانا صبري السنه الجايه ان شاء الله هلعب دوري ربنا يكرمنا ان شاء الله. تحب تقول ايه لاولادك وكل مشاهدينا؟ انا احب اقول بس للاولاد هم طبعا بيستمتعوا بالبطوله وان هم يجوا يلعبوا ما يفكروش في اي نتيجه هم بس يعملوا اللي عليهم والباقي على ربنا وان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا هيوفقهم وياخدوا ان شاء الله البطوله باذنك يا رب. بالنسبه للمشاهدين احب اشكر الساده المشاهدين والساده اولياء الامور احب اقول لهم ان احنا ان شاء الله باذن الله قريب جدا اولادكم هيكونوا في انديه ان شاء الله باذن الله. طبعا بشكركم جدا طبعا شرفتونا كابتن حسين احمد مدير اكاديميه الحلم كابتن محمد صبري بالنسبه مدير الفني لاكاديميه الهرم كابتن محمود الكاس مدرب العام لاكاديميه الهرم. طبعا هنطلع تقرير بسيط جدا ونشوف بقى يعني حاجه كده بيقول لك زبد الزبد للاكاديميه طبعا وان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم هنلتقي معاكم مع دنيا الاحتراف انتظرونا كل يوم سبت النهارده كانت حلقه استثنائيه وكل يوم سبت الساعه 5 ان شاء الله باذن الله هنطلع تقرير ونقول لكم سلام عليكم واشكر طبعا وقبل ما اختم بقول للنور شعبان كل سنه وانت طيب تم 21 سنه بشكر طبعا فريق العمل فريق الاعداد كله سامح رجب ساره راشا رحاب كابتن صلاح ونيس كابتن مصطفى الطماوي كابتن نور كابتن تامر كل القائمين لبرنامج دنيا الاحتراف والمخرج العظيم اكرم دره. ايه رايك في البطوله؟ ما شاء الله انا حاسه ان الولاد كلهم بيلعبوا كويس ومنظمه يعني جميله ما شاء الله. مركزك ايه في الملعب؟ مركزي وينج يمين. عملت ايه النهارده؟ يعني الحمد لله واحنا خسرنا بس كنا بنلعب حلو يعني الحمد لله. انا شايف ان تجمع كبير وحلو واعتقد ان دي هتبقى مفيده ليهم يعني.
ادم اما حضرتك بيلعب في مركز ايه في الملعب؟ هم لسه صغيرين جدا فبيلعبوا في كل المراكز تقريبا. والله هو احنا لسه طبعا هو مستوى الفرق اللي قبليهم انا شايف المستوى كويس والاولاد مقدمين اداء كويس ان شاء الله بقى يعني هيبان في الماتش بقى ان شاء الله لما شباب يخش هنشوف بقى الدنيا ماشيه اخبارها ايه. كويسه وبتشجع الاولاد ان هم يبقوا احسن وبتشجعهم على حاجات كتير يعني. منظمه وشايفاها يعني ان شاء الله تبقى بطوله محترمه وتعجبنا باذن الله للاخر ان شاء الله. احنا اتفرجنا على اول ماتش في الافتتاح كان ما بين الحلم وبين رويال، لا كان حاسه فيه تحمس للاطفال وبيشجعوهم. والله يعني احنا اول مره نشترك فيها بس يعني كانت بدايه خير ان شاء الله باذن الله. المره اللي فاتت لما شفنا في التنظيم بتاعها كويس جدا، واحسن حاجه فيها بصراحه هي اتاحه الفرص للاولاد ان هم ان شاء الله باذن الله ان هم يحتكوا باكبر قدر من الاكاديميات ان شاء الله باذن الله. عن طريق برنامج دنيا الاحتراف، واحنا اول مره نشارك ان شاء الله باذن الله، ونتمنى ان هي تكون بطوله كويسه للاولاد والمراحل السنه دي يستفادوا بيها في كل حاجه ان شاء الله. ايه رايك حضرتك في بدايه التنظيم؟ بصراحه تنظيم ممتاز وهايل، واحنا عجبنا حفل الافتتاح وبصراحه حاجه تشرف، وان شاء الله باذن الله احنا هنستمر معاهم في البطولات اللي جايه ان شاء الله. هو والله انا شايف ان هي بطوله قويه وان شاء الله كلنا نقدر نستفيد بيها، الاولاد كلها تستفيد بيها ونقدر نفرز جيل محترم من الاولاد. انا شايف يعني بطوله قويه ومحترمه يعني. بطوله احنا اول مره نشارك فيها، لكن شكل البطوله لحد ما الناس بطوله منظمه وان شاء الله يكون احتكاك كويس للاولاد ونظهر بمظهر كويس باذن الله. جميله جدا جميله جدا. تقول ايه القائمين على الحفل؟ اشكرهم طبعا، وان احنا يعني مبسوطين جدا بالحفله وحاجه على مستوى يعني هايل يعني والله هايل. لا جميل ما شاء الله.